السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو سألتني احنا ليه بنميز حاجات كتيرة بالالوان، هقول لك لان كل لون اكيد ليه سبب معين لتسميته. انا مش بكلمك النهاردة في موضوع فنون جميلة، بس هنتكلم اليوم عن حاجة غريبة ممكن تكون مفزعة شوية، بس تتخيل ان في ناس ده شغلها وبتاكل من وراها عيش زي ما بيقولوا. ايه هو الشيء ده؟ هو السحر والعياذ بالله. السحر طيب لحد كده كويس، ايه علاقة بقى السحر باللون الاسود؟ اول حاجة السحر كلنا نعرفه ان في ناس بتعمل خزعبلات عشان تضر ناس محددة او تجلب لنفسها نفع زي ما هم معتقدين. تخيل ان في حاجة اسمها السحر الاسود. يا نهار ابيض، السحر الاسود. ايوة، السحر الاسود ده بقى حاجة خبيثة غير كل الحاجات، وحاجات من اشكال الشعوذة اللي هي اخطر انواع السحر نفسه. يعني مش سحر عادي، ده سحر بيختلف عن كل الاسحار، بيدور في دائرة الشرك بالله. طبعا مش هحكي لك بيعملوا ايه في السحر الاسود ده عشان قلوبكم ضعيفة واحنا محتاجين لكم، فركزوا معايا. ازاي؟ معقول الكلام ده؟ ليه؟ هو انت ما سمعتش بالسبع المبيقات اللي هي المهلكات؟ يعني عشان لو اللغة بايظة عندكم هو من ضمنهم السحر ده، بقى من السبع المبيقات اللي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف السحر الاسود ده اللي صاحبه بيوصل لمرحلة الشرك. السحر ده شعوذة وخزعبلات بتدمر الشخص اللي معمول له السحر، تدمير بالبطيء. يعني ممكن احس بالسحر ده، تخيل ان اعراض السحر ده ممكن توصلك انك تسمع حواجز تؤمرك بالانتحار او الزنا او السرقة. طبعا ده بعد مقدمات كتيرة بتحصل لك في السحر. وممكن كمان تشوف كوابيس يوميا في نومك عبارة عن حيوانات مفترسة، زي كلب عايز يعضك، اسد بيجري وراك، ديب بيهجم عليك. مش بس كده، انت ممكن كمان تحس بتوتر مزمن بدون اسباب. غير كده ممكن يحصل لك فشل في بعض امور الحياه زي الزواج وسوء الحظ والفشل في الدراسه. كل اللي اتكلمت عنه ده وما وصلتش للي بيعمله السحر الاسود. شفت الوصف بتاعه صعب ازاي؟ تخيل السحر الاسود ده بيوصلك انك انت تحس بنفور وتعب، وتحس انك متضايق وان انت بتسمع القران، وتحس انك انت متضايق وانت بتسمع القران، وتنميل في ايدك الشمال اللي هي بتكون عبارة عن تقل شديد جدا، وممكن تحس في جسمك بالتقل ده لدرجة ان في امراض غريبة ممكن تظهر في جسمك. خمول في جسمك بيطول معاك لحد ما تنتهي من السحر ده. ونسيت اقولك على حاجة كمان، الصداع، وده هتلقاه عندك حتى لو من غير مرض. وغير كده بتحس نفسك عاوز تبكي بدون اي سبب وبدون اي اسباب. والمشكلة مش في كده، بيحللك البكاء في الحمام خصوصا لو انت امرأة. لا، ده انت هتوصل بيك انك تحس انك بتشم روائح عطرية كريهة، وريحة فمك هتحسها كريهة، عشان تعرف ليه السحر سموه بالاسود، لانه بيوصلك للانتحار. واكيد مفيش اسود من كده. هو السحر بيستعين بحد في السحر الاسود؟ عشان تصدق بقى انه اسمه سحر اسود، السحر بيستعين بالشياطين والجن. السحر ده بقى بيتنافى مع الايمان تماما، يعني وصل صاحبه لمرحلة الشرك الكبرى، بيكون باع روحه للشيطان وبيسجد لابليس مرحلة، وبيكون تخطى كل مراحل الشرك. لان السحر ده بيوصل بيه انه ممكن يعبد الشياطين عشان تنفذ طلباته. السحر الاسود بيضر المسحور في كل حتة في جسمه وقلبه. السحر الاسود ده بيكون بيتجدد مع الايام القمرية، وهي فترة قريبة جدا، كل شهر تبص تلاقي الانسان تعبان. السحر الاسود ده جديد؟ لا مش جديد، ده من ايام الفراعنة، يعني فترته مش قريبة برضو. ما اكدبش عليك، ممكن يكون من قبلهم كمان. ما في السحر جديد، يعني الاسم ده جاء منين؟ اسود وابيض؟ لا، ما هو في كتاب اسمه السحر الاسود، ده اللي بيعمل المشاكل دي كلها ويوصل صاحبه للشرك. طلباته بينفذها توصله لكده. الساحر بس هو اللي بيوصل للشرك. يعني انا لو رحت له ما فيش مشكلة؟ طيب في مشكلة، لانك بتكون كفرت بما انزل على محمد. طب انت بتوصل نفسك للشرك ليه؟ ده انت كده ممكن تكفر بالله عز وجل. اول حاجة يا اخي الكريم، اعرف ان دي خطوات الشيطان، والانسان اللي بيتبع خطوات الشيطان بيضر. ولو رحت الساحر مش هيعرف يعالجك برضه. عارف ليه؟ هقول لك انا ليه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. الساحر مش هيعرف يعالجك بالسحر ولا حتى باي عمل من الاعمال اللي بيعملها. هيرتني معاك ازاي يعالج السحر الاسود. السحر الاسود ده عمرك ما هتعالجه غير بقراءة سورة البقرة او الرقية الشرعية. زي ما بقول لك كده، اسأل اي واحد اصيب بالسحر وراح لجميع السحرة، ولا واحد خف منهم. بيبعت شوية شياطين يقعدوا مع الشياطين اللي موجودة في جسمك وهلم جرة. الرقية الشرعية لازم تكون من شخص مؤمن نقي تقي. العلاج بيكون حاجة بسيطة، بس انت حاول انك انت تستحضر نية الشفاء، واعرف ان القرآن الكريم فيه شفاء من كل داء، والقرآن الكريم بيشفي من جميع الامراض. عايزك تطمن اكتر بعد كل الكلام اللي انا بقوله لك ده. ليه؟ لان في ناس كتيرة جدا اتصابت بالسحر وشفيت منه،
حاول انك انت تاخد بنصايح الراقي في كل اللي بيقوله لك وتمشي على البرنامج اللي هو محدده لك. وتذكر دايما يا اخي الكريم قول الله عز وجل: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، صدق الله العظيم. خلاصة القول ان اي انسان عايز يعالج نفسه من السحر لازم ان هو يلتزم بالصلاة، ولازم ان هو يصوم اثنين وخميس في فترة برنامج العلاج، ولازم ان هي لو فاتت جزء ضوافرها وما تسيبهاش طويلة، ولازم ان هي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى بالصلوات الخمس عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظها، وتكثر من قراءة آية الكرسي لمدة نصف ساعة يوميا، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لمدة ساعة يوميا، هتختفي كل اعراض السحر ان شاء الرحمن جل وعلا. لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك وادغ زر السبسكرايب عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام في اليوتيوب والفيسبوك. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.